بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على الصواب. منتك ابتداء وعفوك تفضل فعقوبتك عادل وقضاءك خيرا. إن آتيت لم تشب عطاك بمن، وإن منعت لم يكن منوك تعديا. تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك. تستر على من لو شئت فضحت، وتجود على من لو شئت منعت. وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالهيل، وأمهلت من قصد لنفسه بالدون. تستنذرهم بأناتك إلى الإنابة، وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكون، ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا أن طول الإعذار إلي، وبعد ترادف الهجة علي كرما من عفوك يا كريم، بعائدة من عطفك يا حليم. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبة، اسم شم توبة گذاشتی، وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يذلوا عنه. فقلت تبارك اسمك، خودت فرمودی خدا، توبوا الى الله، برگردید به سمت خدا، توبتا نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل. وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك، تريد ربحهم في متاجرتهم لك، ففوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك. فقلت تبارك اسمك وتعالي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة
فلا يجزى إلا مثلها. وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وما أنزلت من نظائر إن في القرآن من تزائف الحسنات. وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حدهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تهي أسماهم ولم تلهقه أوهامهم. فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. یادم کنید یادتون باشم. و قلت لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و قلت ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. فسميت دعائك عبادا وترك استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك. وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان. فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه. يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والتول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتزيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور. وضاعفت فيه من الإيمان وفرزت فيه من الصيام.
ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي خير من ألف شهر، ثم وفرتنا به على سائر الأمم، واستفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهارا، وقمنا بعونك ليلا، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك، وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك، فقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، واربحنا افضل ارباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعون، ما داریم باش وداع میکنیم، وداع من عز فراقه علینا و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الدمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي، فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مسحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو عالم فراغه، السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوهش منقذيا فمب، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان، السلام عليك ما أكثر أتقى الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك، السلام عليك ما كان أمهاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأحجبك في صدور المؤمنين، السلام عليك من شهر لا تنافس الأيام، السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام،
السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيد بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان حرسنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماذ من بركاتك سلبنا. يا اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. أنت ولي ما أثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وعدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة وإعترافا بالإذى. ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الإعتذار. فاجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاد به من أنواع الدخر المحروس عليه. وأوجب لنا أدرك على ما قصرنا فيه من حقك وابلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل. فإذا بلغتنا فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما علمنا به في شهرنا هذا من لمم أو إث أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا فيه حرمة من غيرنا. فصلى على محمد وآله بعد سنوات واسترنا بسترك.
فعفو عنا و عفوك تو ببخش بلا تنسبنا فيه لعيون الشامتين ولا تبسط علينا فيه لسن الطائنين واستعملنا بما يكون حتة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينغص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا اجلبه لعفو وامحى لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن اللهم اسلخنا من سلاخ هذا الشهر من خطايانا واخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من اسعد اهله به واجزل قسما فيه واوفرهم حدا من اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها او تقرب اليك بقربة اوجبت رضاك له وهتفت رحمتك علي فهب لنا مثله من وجدك وعاتنا اضعافه من فضلك فان فضلك لا يغيز وان خزائنك لا تنقص بل تفيد وان معادن احسانك لا تفنى وان عطاك للعطاء المهنى اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أذمرناه توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نسوءا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموت حتى نجد لذة ما ندعوك به وكأبة ما نستجيرك من فجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين
اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا و اهل ديننا جميعا من سلف منهم و من غبر الى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا و آله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالها نفعها ويستجاب لها دعانا إنك أكرم من رغب إلي وأكفى من توكل علي وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير.